السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. اعلنت كتائب ابو العباس استعدادها تسليم 21 مؤسسه حكوميه تقع تحت سيطرتها، وقالت في بيانها انها حريصه على دعم جهود الحكومه، لكنها استثنت تسليم المؤسسات التي لها ارتباط بالمواقع العسكريه. في هذه الحلقه من زوايا الحدث نناقش العوائق التي تقف امام تطبيع الحياه في تعز في محورين: الأول جهود الحكومة في تطبيع الحياة العامة في المحافظة، والثاني العوائق التي تقف أمام تطبيع الحياة العامة وحضور الدولة. إذن مر نحو شهر على بدء الزيارة التي يقوم بها وفد الحكومة إلى تعز، وقد أثمرت هذه الزيارة في تطبيع بعض مظاهر الحياة العامة مثل فتح البنك المركزي وإصدار أول جواز من تعز، بالإضافة إلى إخلاء بعض المباني الحكومية وتسليمها إلى السلطة المحلية. لكن تطبيع الحياة العامة في تعز ما يزال يواجه عدة عوائق، منها تعذر تسليم كثير من المؤسسات التي تقع تحت سيطرة كتائب أبو العباس وفصائل أخرى. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير سويا ومن ثم نعود لبدء النقاش. أكثر من 20 يوما مرت على زيارة وفد الحكومة إلى تعز، إلا أن الطريق الوفدي ما يزال مليئا بالعوائق، خصوصا فيما يتعلق بتسلم مؤسسات الدولة. جهود وفد الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري أثمرت عن تسليم الجيش عدة مبان حكومية للسلطة المحلية، منها مبان تعليمية، لكن مؤسسات أخرى ما تزال عالقة وسط التباينات السياسية والأمنية، منها 21 مؤسسة تعليمية وأمنية تقع تحت سيطرة كتائب أبو العباس. كانت الكتائب قد سلمت البوابة الشرقية لجامعة تعز، وأبدت أخيرا استعدادها لتسليم المؤسسات الواقعة تحت سيطرتها، مستثنية منها التي لها ارتباط بالمواقع العسكرية. تسليم مشروط إذن جعل البعض يشكك في مدى جدية الكتائب التي قالت في بيان لها أنها حريصة على دعم جهود الحكومة في تعزيز حضور دولة النظام والقانون، لكن ناشطين اعتبروا البيان خطوة إيجابية من فصيل مسلح طالما ظلت علاقته بفكرة الدولة محل جدل وشك. ليست الكتائب وحدها من ترفض تسليم مؤسسات الدولة أو تشترط التسليم، فهناك فصائل مسلحة أخرى ما زالت تعيق عملية إخلاء المباني المدنية وتطبيع الحياة العامة فيها. يؤكد مراقبون أن الصراع بين تطبيع حضور الدولة والفوضى في تعز سينتهي لصالح الدولة، نظرا للدعم الشعبي الذي يرافق إصرار وفد الحكومة في تفعيل مؤسسات الدولة، خصوصا بعد فتح فرع البنك المركزي وتدشين العمل بإصدار أول جواز من فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز. إذن سهل النقاش، وينضم إلينا من تعز نائب رئيس الوزراء السيد عبد العزيز جباري. معالي الوزير، أسعد الله مساك بكل خير. معالي الوزير، هل تسمعني؟ أسمعك. نعم، مساء الخير معالي الوزير. مساء النور، أهلا بك معالي الوزير. إذن جهود عديدة تبذلونها أو تبذلها الحكومة لإعادة الحياة في تعز، هل يمكن أن تحدثنا وأيضا المشاهدين أين نجحت الحكومة في تعز خدميا وأمنيا؟ شكرا جزيلا أخي الكريم. من المعروف أن أبناء محافظة تعز دعاة دولة، ويؤمنوا إيمان مطلق بأنه لا سبيل إلا بعودة مؤسسات الدولة. الجميع متجاوب مع عودة مؤسسات الدولة، وهذا ساعدنا كثيرا أيضا، يعني في أننا قمنا بعمل لا بأس به، لكنه ليس المطلوب يعني بشكل كامل. هي إلا بداية، تم تسليم منشآت تعليمية، وتم تسليم يعني أيضا الجامعة وأيضا بعض المكاتب، لكن هناك استعداد من جهات عديدة بتسليم ما تلقى من مؤسسات الدولة. في هناك إشكاليات عديدة نعمل على حلها، لكن أنا أتوقع أنه في الأسابيع القادمة إن شاء الله يتم تسليم الأغلب من هذه المؤسسات. نعم معالي الوزير، دشنتم اليوم إصدار أول جواز سفر من فرع مصلحة الجوازات أو الهجرة والجوازات في محافظة تعز، إلى أي مدى يمكن القول أن الحكومة نجحت في تطبيع الحياة داخل المدينة؟ نستطيع نقول ان احنا بدانا، هي الا بدايه، يعني عوده البنك المركزي، عوده اصدار الجوازات من المحافظه تعز، عوده العمل في كثير من المرافق الدوله، المؤسسات الامنيه، المؤسسات التعليميه،
لكن تعز بحاجة إلى جهة حكومية، تعز بحاجة إلى إمكانيات من أجل تعزيز دور مؤسسات الدولة. أنا يعني قد ربما أنا وزملائي أوشكنا على نهاية هذه المهمة، لكن سنوصي أن يكون هناك فريق حكومي في المستقبل يقوم بتنفيذ ما رفعنا به من إمكانيات من أجل تعزيز هذه المؤسسات، من أجل دعم الأمن، من أجل دعم الجانب الصحي، من أجل دعم الجانب الخدمي. تعز لها 3 سنوات محرومة من كثير من يعني الخدمات، وتعز مدمرة ارتكبت الجريمة الحوثي جريمة شنعة في حق اليمن وفي حق تعز تحديدا، ولا بد من جهد حكومي واضح في هذا المجال. نعم، معالي الوزير، هل هناك موعد محدد لنهاية الزيارة التي تقومون بها حاليا إلى مدينة تعز؟ حقيقة أوشكت يعني مهمتنا على الانتهاء، سنغادر خلال يوم أو يومين، ومن أجل أن 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 نقوم بدور آخر، من أجل أن نتابع ما تم التوجيه به من فخامة الأخ الرئيس، من أجل أن نتابع هذه الإمكانيات، ونوصي بعودة يعني فريق حكومي بالشراكة مع السلطة المحلية، بالشراكة مع المجتمع المحلي، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، بالشراكة مع أيضا الفروع الأحزاب السياسية، من أجل تعز وعودة وتطبيع الحياة إلى وضعها الطبيعي. نعم، لكن معالي الوزير، بالأمس دعتكم كتائب أبو العباس إلى سرعة استلام مقرات الدولة، هل استجابت الحكومة وما هي المقرات التي تسلمتموها حتى الآن؟ اليوم أنا شكلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن وعضوية مدير الأمن ومدير القوات الخاصة وقائد الشرطة العسكرية من أجل استلام هذه المقرات، لكن في الحقيقة تنقص هذه القوة الإمكانيات، لابد من دعم المؤسسة الأمنية بالإمكانيات والمؤسسة العسكرية. هناك أماكن لابد لهذه الجهات من الانسحاب والخروج منها غير هذه الأماكن الموجودة، يعني المؤسسة التعليمية لا يجوز أن يترك أبناءنا وبناتنا بدون دراسات العمل الدراسي الحالي. فيه هناك أماكن حساسة، الدولة والحكومة بحاجة لمغادرة هذه الجهات من هذه المواقع، وأعني بهذه الجهات كل الجهات، هناك حتى جهات عسكرية موجودة في مواقع لابد أن تغادر هذه الجهات. في هناك على سبيل المثال قلعة القاهرة، في هناك على سبيل المثال النادي والمسبح هذا متنفس لأبناء تعز، في جهات تعليمية، في مؤسسات. يجب على هذه الجهات أن تغادر هذه الأماكن من أجل عودة مؤسسات الدولة، من أجل تعز، من أجل عودة الأمن والاستقرار. وأنا في تقديري هذه الجهات دافعت عن تعز وقدمت أعز ما تملك، فلا يمكن عندما يطلب منها من أجل تعز ومن أجل عودة المؤسسات أن يعني تتراجع أو تمانع في تسليم هذه المؤسسات. نعم. أنا أيضا معالي الوزير، هناك بيانات أصدرت من بعض الجهات، وهناك أيضا تصريحات حول استعدادهم لتسليمكم لهذه المقرات للوفد الحكومي شخصيا، لكن هل لمستم استجابة على أرض الواقع أم أن البيانات تتنافى مع الواقع؟ استجابة حقيقية يعني. هناك يعني اختلاف أو تباين ما بين الواقع وما بين البيانات. أنا ما لمست في خلال زيارتي إن الجميع متعاون، لكن متعاون كل يعني بنسب معينة، بنسب متفاوتة. نتمنى أن يثمر هذا التعاون، وأن الجميع يدرك أنه لا بد من عودة مؤسسات الدولة من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى مدينة تعز. نعم، لكن في ظل وجود ايضا مشكله امنيه ما زالت في الجهاز الامني وايضا العسكري في المدينه، كيف ستتعامل الحكومه مع هذا الجانب؟ الحكومه من المفترض ان تتعامل الاجهزه الامنيه، وهناك استعداد من الاجهزه الامنيه بفرض سلطه الدوله والنظام البيضاء في المدينه وفي المديريات المحرره وايضا في المديريات التي ستتحرر باذن الله. إذا دعمت هذه الأجهزة الأمنية بالتأكيد سيكون لها دور فاعل وسيعود الاستقرار، والخارجين على القانون سيتلاشوا سيخرجوا من المدينة، والطبيعي والمفترض أن تدعم هذه الجهات الأمنية مثل الأمن العام، الشرطة العسكرية، القوات الخاصة، البحث الجنائي، الأمن السياسي، الأمن الحكومي، كل الجهات هذه لابد أن تدعم من أجل يعني أن تؤدي دورها
في المستقبل وبشكل سريع. نعم. معالي الوزير، أيضا هنا كيف ترى الحكومة إلى المواقع العسكرية التي تم الاشتراط بعدم تسليمها لارتباطها بمواقع عسكرية أخرى؟ يعني هل سيكون لذلك تأثير على مدى تطبيع الوضع الأمني في المدينة؟ هذه المواقع يعني الآن موجودين فيها مقاومين من المقاومة، وهم لا يعني مثلا مستعدين أن يخلوها، يعني ما وجدنا منهم يعني تعنت او رافض او كذا، لكن في بعضهم يقول انه لابد من ايجاد البدائل، واحنا في الجانب الحكومي نحاول ايجاد مثل هذه البدائل، لكن انا اتوقع انه يعني الجميع يلتزم، هناك حرص من الجميع بدون استثناء، وانا اقول انه الجميع يدرك اهميه عوده مؤسسات الدوله، سواء ابو العباس او الاحزاب الاخرى، او الجميع يدرك انه لا سبيل امامنا الا بعوده مؤسسات الدوله، الضامنه لحقوق الجميع، والمفترض ان تحمي الناس وتحمي الفصائل وتحمي الاحزاب وتحمي كل المجتمع اليمني في 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 تعز. فانا متفائل ان الجميع يعني في الايام وفي الاسابيع القادمه ان شاء الله يبادروا وينسحبوا من هذه الاماكن، وان تعود تعز كما عرفناها شعله ومناره للعلم والثقافه والنضال والكفاح والحريه. نعم. معالي الوزير، هناك التزام من فصيل أبو العباس بتسليم المقرات، ماذا عن الفصائل الأخرى؟ يعني هل هناك يعني وعود من قبلهم أو حتى انسحاب قد تم فعليا على أرض الواقع من بعض المواقع؟ ما لمست خلال وجودي في تعز خلال أكثر من 20 يوما أن الجميع مثل ما ذكرت سابقا مستعدين يعني لتسليم هذه المؤسسات إلى الجهة الحكومية، لكن في مع البعض له وجهه نظر ضروره توفير يعني اماكن بديله، وهذه تبحث في بعضهم من يعني طلب مننا اننا نعطي فرصه لايام واسابيع، واحنا قبلنا ان يكون هناك يعني فرصه من اجل الانسحاب من هذه المواقع، لكن الجميع وانا اقول لك الجميع بدون استثناء حريصين على عوده مؤسسه الدوله. نعم. معالي الوزير، هنا فقط سؤال أخير، هل بالإمكان قول أن الحكومة تمكنت من كسر الجمود وأيضا تجاوز إشكالية الحلقة المفرغة بين السلطة المحلية ومكاتبها مع الحكومة؟ الحكومة استطاعت أن تنجح في فترة يعني قصيرة لا تزيد عن 20 يوم في يعني معالجة جزء كبير من الملفات، لكن هذا لا يعود الفضل للحكومة، يعود الفضل لأبناء تعز، لأنهم متعاونين مستعدين ينشدوا الدولة. الحكومة دورها دور يعني مساعد، احنا قمنا يعني بعمل وتعاون معنا الجميع، ولا زالت يعني العمل لدينا في المستقبل، يعني اهم من اننا قمنا بعمل ملموس وعمل بسيط من وجهة نظري، ليس عمل كبير ولا جبار، لكن المهمة القادمة هو المحك الحقيقي، لابد من دعم حقيقي لمحافظة تعز، لابد من تحرير محافظة تعز فيما تبقى من محافظة تعز، ولابد من دعم الأجهزة الأمنية ومؤسسة الدولة حتى تعود تعمل بشكل يعني طبيعي ويعالج الجرحى وتقدم الدولة الخدمات للناس كالكهرباء والمياه، وأيضا في مجال الصحي في المجال التعليمي في كل المجالات، يعني أنا أتوقع أن المهمة القادمة هي المهمة الأصعب. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا معالي الوزير عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن أيضا من تعز النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز. السيد نقيب، مساء الخير. مساء الخير، قبل الله منك أخي العزيز أنت وكل المشاهدين الأعزاء. أهلا بك سيد أسامة. إذن في البداية سيادة النقيب، تحرك حكومي لتطبيع الحياة في تعز وأيضا التزام من الفصائل المسلحة بتسليم مقرات الدولة، ما الجديد في هذا الخصوص وما الذي تم تسليمه من مقرات الدولة حتى الآن؟ بداية يعني نشكر الوفد الحكومي الذي بدأ خلال الفترة الماضية بالمعالي الاستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء، بذل جهود طيبه واثمرت انجازا عظيما. يجب ان ننوه يعني الانجازات التي حققت لم تكن وليده اللحظه او ولدت فجاه او بمعجزه بمجرد وصول
الحكومي. هناك جهود بذلتها قيادة السلطة المحلية وقيادات المساجد التنفيذية يعني على مدى الفترة السابقة من أجل إعادة تطبيع الشباب. وكما ذكر الأستاذ عبد العزيز الزبيري أنه الهدف الذي خرج من أجله أبناء تعز وأبناء الجمهورية هو استعادة مؤسسات الدولة. يعني هذا الهدف الذي يعمل لأجله الجميع، وهذه هي القناعة المبدئية لدى جميع أطراف المسلمين في تعز. فليس جديدا ما حصل، هو يعني ربما كانت نوع من الفجوة، يعني أتى الوفد الحكومي بدأ هذه الفجوة وبدأ يظهر هذه الإنجازات والوجود إلى العين. نعم سيد أسامة، أيضا أنت تحدثت في حلقات سابقة على شاشة بلقيس أنه هناك يعني مشكلة في دعم تقديم الدعم للجانب الأمني، وأيضا من أبرز المشاكل التي يواجهها الجانب الأمني في المدينة هو نقص الدعم. هل هناك يعني دعم قدم للجهاز الأمني في المدينة، وأيضا يعني تجاوب من قبل الحكومة في هذا الجانب؟ بالنسبة ما لمسنا من خلال زيارة وجهود الوفد الحكومي، هناك تفهم لهذه المطالب. طبعا نحن استمرينا خلال الفترة الماضية نقدم هذه المطالب ونرفعها على شكل خطط ومتطلبات لمعالجة الوضع، يعني ربما لم تكن تلقى الاهتمام اللازم، لكن من خلال كلام الأستاذ عبد العزيز الجباري يعني نلحظ مدى اهتمامه في تفعيل الجهاز الأمني، لأنه طلعوا الوضع عن قرب وأدركوا مدى الحاجة للجهاز الأمني، وهناك وجود يعني وجهود الآن حاليا لتوفير الدعم اللازم وبدء تفعيل الجهاز الأمني. وما شهدنا خلال الفترة السابقة بدءاً بتدشين قوات الأمن الخاصة وتدشين عمل قوات الأمن الخاص، وايضا انتهاء بتفعيل اداره الجوازات اللي تتبع ادارتها مشروعه. هذه مبشرات خير نبني عليها امال، والوفد الحكومي متفاعل، وان شاء الله يعني نلمس او نجد الدعم اللازم خلال الايام القادمه ويقوم العمل الامني بدوره ان شاء الله. نعم سيد أسامة، ايضا ماذا عن اشتراط ابو العباس عدم تسليم المواقع التي تقع ضمن مواقع عسكريه؟ هل سيكون لذلك انعكاس على إمكانية تطبيع الحياة في محافظة تعز؟ بالتأكيد هو يعني إذا لم تسلم الجهات والمنشآت إلى الجهات المعنية والمختصة، أخي إحنا بنقف أمام نوع من العرقلة والإرباك، لكن نتمنى أنه يتم التفهم من قبل العقيد عادل فارع أبو العباس لطبيعة الوضع وضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، لأنه مستحيل أنه تقوم جهة معينة بدور مؤسسة الدولة مهما كان مكانة جهودها وقوتها ودعمها. يعني كفاءة مؤسسات الدولة يعني هي التي تطغى وهي التي تغطي كافة الاحتياجات على الأرض، فيجب أن نسلمها مقراتها، ويجب أن يعني الحكومة أيضا تلتزم بتوفير الدعم. نعم لكن سيد أسامة، ماذا عن بقية الفصائل المسلحة؟ هنا أبو العباس وجدنا له بيان، وأيضا حسب قول يعني نائب رئيس الوزراء أن هناك استجابة واضحة من قبل هذا الفصيل. هناك فصائل أخرى لم نعرف عن ما إذا سلمت المواقع أم ستسلم أم ماذا؟ نحن نتكلم ويوضح هذا الأستاذ الجباري، يعني الموقف المبدئي للجميع وهو المبدأ والقناعة لدى الجميع أنه إعادة تفعيل المؤسسات وتسليم المؤسسات للجهة المختصة. هذه قناعة لا تحتاج أيضا حتى إلى بيانات، يعني هي قناعة فعلا موجودة عند معظم الفصائل، بل نقول الجميع، يعني أنه قناعتهم أنهم يسلموا هذه المؤسسات والمنشآت للجهة المعنية، فليس بحاجة لبيانات أصلا. يعني هذه قناعة وهذه يعني موقف مبدئي لدى الجميع، انه ما اعتقدش انه في احد او فصيل او مكون يعترض عن تسليم منشأة او مؤسسة للدولة او للجهة المختصة.
نعم. يعتبر هنا احنا يعني نقف ضد الثوره والاهداف التي خرج منها بها. هذا الهدف يخرج من اجله جميعا، وهذا الموقف المبدئي يعني للجميع. فلا اعتقد ان هناك تحفظ او ممانعه من احد على تسليم مؤسسه الدوله. ربما هناك يعني ظروف استثنائيه كما وضح الاستاذ عبد العزيز بواري، يعني طبيعه الوضع والمنحنى الحرجه يعني قد تستدعي نوع من الترتيب واعاده يعني تجهيز اماكن بديله للانتقال او من هذا النوع. اما انه هناك ممانعة لا اعتقد ان احد يمانع، واعتقد انه من يمانع سيقتصده كل ابناء تعز. ابناء تعز نحن نؤول والدوله تؤول، والواقع اثبت ان ابناء تعز هم السد المنيع امام اي مشاريع ميليشياويه او يعني منحرفه عن مسار الدوله الاتحاديه او اليمن الكبير. فستقف تعز بكل قوتها بكل اطيافها ضد من يحاول حرف المسار. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر النقيب أسامة شرعبي المتحدث باسم شرطة تعز. ينضم إلينا أيضا الكاتب والباحث عبد العزيز العسالي. مساء الخير سيد عبد العزيز. يا مساء النور، حياكم الله. حياك الله سيد عبد العزيز. إذن لعلك تابعت الزيارة الحكومة منذ بدايتها وحتى الآن إلى مدينة تعز، وأيضا هناك تصريح من رئيس الوزراء أنه خلال يوم أو يومين سيتم مغادرة هذا الوفد من مدينة تعز. كيف وجدتم هذه الزيارة؟ هل فعلا أثمرت وحققت أمور كثيرة على المستوى الأمني والخدمي في مدينة تعز؟ أولا أسدد شكري وتقديري لك ولكل العاملين في قناة بلقيس على إتاحة الفرصة. أهلا بك. ثانيا وثالثا ورابعا أسجل الشكر والتقدير للأستاذ وزير الخدمة البدنية عبد العزيز القباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة البدنية وكل الذي زار مدينة تعز. الحقيقة دعني أقول شيء كان في النفس، وهو أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. نعم. كنا نتمنى هذا الحضور المبكر للحكومة الشرعية أن تأتي إلى تعز، كنا قد قطعنا مشوارا كبيرا. على العموم هذه الزيارة الموفقة للوفد الحكومي للحكومة الشرعية هي خطوة إيجابية نحو استعادة مؤسسة الدولة. المواطن الآن إذا أنت موجود معنا في تعز ستجد الزخم في الشارع مع الشرعية والالتفاف مع الجيش الوطني مع الأمن مع مؤسسة الرئاسة مع قراراتها. نعم. إن المواطن الآن بتعز بدأ يشعر أن هناك دولة وأن ذلك الغلاف الذي تم قضية عكوسة التي كانت قبل هنا وهناك أو كانت تأتي صورة سيئة عن مدينة تعز، هذه الأكاذيب انقشعت وتكشف الأمر. أن عرفة تتجه نحو نعم. الاستقرار. نعم سيد عبد العزيز، يبدو أن هناك مشكلة في سماع صوتك، ولكن يعني أعطيك هذا السؤال ولعلنا نسمع صوتك. هناك أيضا فصائل مسلحة في مدينة تعز أعلنت استعدادها الكامل للتعاون وأيضا التجاوب وتسليم المقرات الحكومية. أيضا السيد عبد العزيز معالي نائب رئيس الوزراء أكد أنه التمس تجاوب من جميع الفصائل في المدينة. هل يعني بنظرك إلى الواقع في تعز، هل بالفعل أنه من خلال هذه الوعود ستتكرس كل هذه الوعود إلى واقع ملموس خلال الأيام القادمة، أم أننا سنشهد إشكاليات في هذا الجانب مستقبلا في نظرتك إلى الواقع هناك؟ نظرتي إلى الواقع من حيث الجميع يعني إلى اليوم كل ما طرح هي عبارة عن وعود. وعود تمام صحيح لهذا القول، واعتقد ان هذه الفصائل الان هي اذا ارادت ان تكسب الزخم من ابناء تعز والحب والتقدير هي ستفي وعودها. ايضا الذي نراه الاشكال البسيط هو ربما لبعض الفصائل وجهات نظر، ربما لها مطالب، نتمنى ان يطرحوها بوضوح على الاخ نائب رئيس الوزراء وعلى الوفد الحكومي ويتم التسليم فورا. هو كما اكد نائب رئيس الوزراء انه تم طرح هذه الملاحظات وسيتم استيعابها حد قوله. هذه امنيتنا جميعا، اتمنى على ارض الواقع،
وإذا كان هناك أشياء غامضة أو فعلا نحن نتخوف، لأنه هناك عناصر قالت منذ هنا وهناك. أعتقد أن الشيخ أبو العباس يدرك قيمة الدفاع عن تعز والتضحية التي قدمها، وأنه لن يقف مكتوف اليدين أو يتردد في تسيب المؤسسات. لكن في أشياء عناصر الآن مندسة تريد ربما أن تعمل شيء، وهذا سيتغلب عليه حنكة الأخ نائب رئيس الوزراء والوفد الحكومي، وسيتغلب عليه إن شاء الله الشعب كله من أبناء تعز والزخم كله مع الشرعية، مع الحكومة الشرعية. فقط ما أتمنى وهي دعوة من الأخ نائب رئيس الوزراء والوفد الحكومي عدم مغادرة تعز إلا وقد بدأت الإجراءات الإدارية تمشي في كل مؤسسة الدولة. هذه الخطوات إيجابية ممتازة، ونتمنى الدعم الكلي من مؤسسة الرئاسة الحكومة الشرعية. الكل ملتف حول الجهة الوطنية حتى الأمن حول الحكومة، فقط نريد الدعم من مؤسسة الرئاسة. وضحت الصورة. نعم الوزراء إلا بدنا تعز حتى الإجراءات الإدارية تمشي في خطوات. نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيلا الكاتب والباحث عبد العزيز العسالي، كنت معنا من تعز. إذن مشاهدينا بهذا القد نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي معالي الوزير نائب رئيس الوزراء السيد عبد العزيز جوباري، والشكر أيضا للنقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز، وشكر أيضا لعبد العزيز العسالي الكاتب والباحث كان معنا من تعز. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه.